لقيت فجأة عندي بنت 14 سنة وأنا 4 سنين. البنت أنا يا فهد بلان في البيت ده، قلت لها كمان فهد بلان مش معانا في البيت، في الشقة بتاعته اللي تحت. تقول لا أنا يا فهد بلان خلاص لازم تصلقيه. إيمان دي لها اللي أنت شايفاه. هي اللي كانت سبب. ليه؟ قالت لي اصل العيال في المدرسه بيجوا ورايا ويقولوا لي واشرح لها، اقول لها واشرح لها اغنيه حلوه جدا ما فيش داعي الواحد يتطلق عليها. انا بقى شايفاها فنيه. قالت لها يا ماما الواد الصغير محمد اللي اخته بتقول لي كده فهد بلان كاكا يعني فهد بلان ده كاكا. ينزل الواد محمد في الجنينه يجيب الخنافس والصراصير والسحال يحطهم في بطرمان ويلاقي فهد نايم يروح حاططهم له في قفاه. ففهد بقى يقوم يلاقي سحالي في قفاه. عيله عدائيه للغايه، وايمان تبوز ومش عارفه مين، حاجه فظيعه.